بشوية عبد بيقول كابتن سعد زعلان ليه؟ الحاوي العالمي يا جماعة سعد مش زعلان والله، والله ما زعلان، والله ما زعلان بالعكس، راجل مبسوط زعلان وسعيد وكل حاجة. مصطفى عبد الرب بيقول تحياتي ليك، هو السؤال هو الدوري قريب ولا ايه؟ والله يا كابتن مش موضوع قريب ولا، احنا زي ما قلت لحضرتك لسه الدوري فيه كذا ماتش وبنشتغل على كده، ومفيش حاجه قريبه، مفيش حاجه في ايدينا يعني. انا عايز تكسب الماتشات بالظبط، وعايز اقول برضو حاجه، ان الناس بتقول احنا خدنا بطولات، وسعد بيقول لك لا احنا لسه ما خدناش، احنا السنه دي لسه واخدين بطوله افريقيا بس، كالسنه دي البطوله الوحيده اللي اتحققت في الموسم، اول بطوله اتحققت في الموسم، اول بطوله اتحققت في الموسم، اتحققت في الموسم، انت لسه ما خدتش ولا دوري ولا كاس ولا سوبر يعني، لسه بدري يعني. لسه بدري، احنا خلاص اللي فات ده دولاب على طول. خلاص احنا، وبعدين برضو يا كابتن انت زي ما وليد قال لك، انت الموضوع في ايدك، انت لازم تكسب ولازم تفهم ان معاك منافس قوي، ومنافس كسب ماتشاته وفرق عنك ببنات، فانت طبعاً لازم تكون مركز في كل تفصيله ومركز في كل حاجه. بالتالي البوينتس النقاط اللي على الفرق اللي ما بيننا وما بين نادي الزمالك اعتقد دي لود عليكم او ضغط على الفريق طبعاً، مش طبعاً. العكس يعني، لو الناس كانت بتقول ان الاهلي مستريح والاهلي كذا والاهلي كذا، لا الاهلي مش مستريح، بالعكس انا عليا ضغط. طبعا انت عايز تحصل لنادي الزمالك في عدد النقط اللي هو جمعها، وخصوصا ان يعني خلينا نتكلم، نادي الزمالك فرقه كبيره وفرقه عندها عناصر كبيره كويسه وماشيه بشكل كويس في الدوري، فلازم احنا تحترم المنافس وتحترم طبعا شغلك عشان خاطر تنجح، وده اللي بيميزك ان انت بتحترم المنافس بتاعك، ان انت دايما شايف ان لا انا لازم اجز ولازم افضل دايس علشان خاطر ما تقعش. كمان يا سعد انت في ماتشات انت بتلعب فرق خلاص بتقع، الفرق اللي بتقع دي بتبقى شرسه جدا يا كابتن طبعا، عشان عايزه تقعد في الدوري بتاع، بتبقى عايزه تمسك في البونت، يعني الموضوع صعب فعلا زي ما قال سعد، الماتشات اللي جايه ماتشات صعبه جدا يعني، مش سهله يعني. تمام.